فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك لأجل الزواج أو لشراء سيارة؟ تأخذ قرض ما دام أنه قرض مباح ليس فيه ربا، خذ ممن يقرضك بدون فائدة وبدون شيء، قرض حسن لا بأس، للزواج ولغيره. نعم. أما أن تأخذ قرضا بالفائدة فهذا ربا ولا يجوز، لا للزواج ولا لغيره. نعم.